كلمت قناة نوميديا من مصادرها الخاصة أن الوزير الأول عبد النور بدوي ووزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف برناوي اجتمعا ليلة أمس برئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بعد الجدل الذي أثير مؤخرا بخصوص مغادرته لمبنى دال إبراهيم. نفس المصادر كشفت أن غياب زطشي عن الصورة الجمعية لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح لا دخل لها فيما تم تداوله عبر وسائل الإعلام. هذا وقرر خير الدين زطشي التراجع عن استقالته الشفهية ومواصلة مهامه إلى غاية أشغال الجمعية العامة للاتحاد التي سيتحدد تاريخها خلال اجتماع المكتب الفيدرالي.